هدفي الثاني أن أذكر تصنيف سكان الوطن العربي. نعم، أن أصنف الوطن سكان الوطن العربي إلى عدة تراكيب هامة جدا. هذه التراكيب، أول تركيب هو التركيب النوعي. ما المقصود بالتركيب النوعي؟ أو علل أهمية التركيب النوعي، هام جدا يا طلاب هذه الفقرة. أولا، التركيب النوعي هو تقسيم السكان حسب الجنس، إما ذكور أو إناث. طبعا كل الأقطار العربية متقاربة في نسب الذكور والإناث، ولكن في بعض الأقطار تختلف هذه النسبة، وخاصة الأقطار النفطية. نلاحظ في الدول النفطية ترتفع فيها نسبة الذكور. لماذا؟ من يقول لي؟ نعم يا أستاذ، بسأل السؤال؟ أستاذ بسأل السؤال؟ لماذا ترتفع نسبة الذكور في الأقطار النفطية أو في الدول العربية النفطية؟ من يقول لي؟ على نعم، لهم نسبة وثيقة بأنماط حياة المجتمعات العربية؟ نعم، بس في عندي سبب رئيسي، هو أنه كون أستاذ عاداتها وتقاليدها وتاريخها ونظمها القبلية والاجتماعية التي تشجع على الزواج المبكر وزيادة عدد الأولاد. نعم، هذه آية بشكل عام، كل الأقطار العربية عنده زيادة سكانية مرتفعة، ولكن الدول النفطية فيها نسبة نعم الذكور أكثر من الإناث. نعم يا محمد. أستاذ، بسبب الهجرة؟ بسبب الهجرة، إنه أغلب المهاجرين إلى الخارج، مين أغلب شيء؟ مين بيهاجر؟ هم الشباب، وأي بيهاجروا إلى الدول النفطية، فأغلب سكان الدول النفطية هم من الذكور، فترتفع نسبة الذكور في الدول النفطية لأن أغلب المهاجرين إليها هم الشباب، فعلى عكس الإناث طبعا هجرتهم قليلة. واضح طلابي؟ هذا سميه تركيب نوعي. إذن هو تقسيم سكان حسب الجنس إلى ذكور وإناث. نسبة النوعين الذكور والإناث متقاربة في كل الأقطار العربية باستثناء الدول النفطية، يعني مثلا السعودية، قطر، الإمارات إلى آخره. هنا ترتفع نسبة الذكور بسبب الهجرة إليها. واضح طلابي؟ تمام أستاذ، واضح. أي واضح. تمام أستاذ، واضح. التركيب الثاني هو التركيب العمري، أي تقسيم السكان حسب العمر إلى فئات. إذا قسم طبعا إلى فئات حسب العمر، إلى حسب العمر إلى هرم أعمار، نحن نسميه الهرم الأعمار. طبعا هذا الهرم مكون من ثلاث أقسام: القاعدي والوسط والقمة. القاعدي تمثل صغار السن، وسط القمة نسميه فئة الراشدين، والقمة الهرم هي فئة كبار السن. فالتركيب العمري هو تقسيم السكان بحسب الأعمار إلى فئات عمرية. الفئة الأولى هي فئة صغار السن، أو نسميهم الفتيان، أعمارهم دون 15 سنة. تمام طلابي؟ طبعا هؤلاء يشكلون 40% من مجموع السكان. الفئة الثانية هي فئة كبار فئة الراشدين أو البالغين، وأعمارهم ما بين 15 و64 سنة، ونسبتهم 54%. الفئة الثالثة هي كبار السن، أو نحن نقولهم الكهلة، أعمارهم فوق 65، ونسبتهم النسبة المتبقية. طبعا أهمية التركيب العمري هامة جدا، يستخدم في تخطيط الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية. إذن هامة جدا أهميته، يستخدم في تخطيط الخدمات التعليمية، يعني إيش قد بدي أعرف، إيش قد بدي مدارس، إيش قد بدي مشافي إلى آخره، والاجتماعية والصحية. إذن هذا بسميه التركيب العمري. التركيب الثالث هو التركيب التعليمي، تقسيم السكان حسب الوضع التعليمي. في كثير من السكان لا يجيدون القراءة، فأقول عنهم أميون. في عندي طلابي، في عندي بعض السكان لديهم الشهادة التعليم الأساسي أو الشهادة الأساسية، في عندي الثانوي، الجامعة، الماجستير، الدكتوراه إلى آخره. طبعا ويعد هذا التركيب أو تركيب السكان حسب الحالة التعليمية من المؤشرات الضرورية لقياس المستوى
الثقافي والاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمع، وله دور كبير في التخطيط من أجل القضاء على الأمية. إذن هذا هو التركيب العمري، التركيب التعليمي. من يقرأ لي أولا التركيب النوعي والتركيب العمري طلابي؟ أحمد سليمان. التركيب النوعي أي تقسيم السكان إلى ذكور وإناث ولا تختلف الدول العربية فيما بينهما من حيث النوع باستثناء الدول النفطية التي ترتفع فيها نسبة الذكور. التركيب العمري أي تقسيم السكان حسب الأعمار الأعمار إلى فئات عمرية، فئة الفتيان دون 15 سنة، فئة الراشدين ما بين 15-64 سنة، فئة المسنين فوق 65 سنة. وتأتي أهمية هذا التركيب من كونه يستخدم في تخطيط الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية. ويتسم التركيب العمري للوطن العربي بفتوة السكان بفتوة السكان إذا تشكل نسبة الفتيان 40% ونسبة الراشدين 45% مما يرتب على الدول العربية أعباء إضافية في توفير فرص العمل والخدمات. أحسن. إذن هذا التركيب العمري، إذن يتسم التركيب العمري للوطن العربي بفتوة السكان، طلابي هامي جدا، يتسم بفتوة السكان يعني ارتفاع نسبة الفتيان، تمام طلاب؟ إذن ما المقصود بفتوة السكان؟ ارتفاع نسبة تمام أستاذ 40% نسبة الفتيان، نسبة الراشدين 54، نسبة فئة المسنين شخضل أنا عندي 60%، تمام طلاب؟ إذن هذا التركيب العمري. الحالة التعليمية هذه هي، من يقرأ لي؟ نعم يا إسراء. أي تقسيم السكان حسب الوضع التعليمي. أمي. أتي أساسي، ثانوي، جامعي، ماجستير، دكتوراه، وهذا التركيب مهم من أجل قباس المستوى الاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمع، وله أثر في التخطيط التعليمي ومحو الأمية في المستقبل. ما المقصود بأمي أو أمية؟ من يقول لي برفع اليد طلابي؟ نعم يا إسراء. نعم سر. أستاذ إنه كل واحد بدي يحقق شيء، أستاذ إنه أميته بالمستقبل يحققها. هذه اسمها أمنية. أمنيتي أن أصبح مدرس. أستاذ. نعم يا ابتسام. أستاذ الأمية يعني اللي ما بيعرف يقرأ ويكتب. أحسنتي. إذن هو الشخص الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، فأقول عنه أمي. تمام طلابي؟ تمام أستاذ. نعم. التركيب الأخير هو التركيب الاقتصادي. طبعاً هو التركيب هام جداً، يهدف إلى تقسيم معرفة توزع السكان حسب قوة العمل، يعني تصنيف السكان إلى من يعمل ومن لا يعمل. تمام طلابي؟ فيتم تصنيف السكان إلى قوة عاملة، هم الذين يعملون مثلاً بالزراعة، يعملون بالصناعة، يعملون بالتجارة، فأقول عنهم قوة عاملة. وعندي قوة غير عاملة أسميها بطالة. لما أقول بطالة هو الشخص الذي لا يعمل، فأسميها بطالة، وهم الذين لا عمل لهم. لكن البطالة نوعين، بطالة نشطة وبطالة طبعا مقنعة. البطالة النشطة هي البطالة التي يكون فيها في الشخص في حالة بحث عن العمل، أو يقومون إذا كان يقوم بعمل موسمي يعني موكل الأوقات السنة، فأقول عنها بطالة مقنعة. فهذا نسميه التركيب الاقتصادي. إسراء أكملي قراءة التركيب الاقتصادي. يهدف إلى معرفة نسبة توزع السكان على قوة العمل، فيتم تصنيفهم إلى قوة عاملة وهم الذين يعملون في مختلف القطاعات، قوة غير عاملة وهم الذين لا يعملون. أحسن. إذن طلاب هذه هي الخصائص السكانية للوطن العربي. إذن عندي التركيب النوعي، في عندي التركيب النوعي، اثنين التركيب العمري، ثلاثة التركيب التعليمي أو الحالة التعليمية،
وأخيرا أربعة التركيب الاقتصادي.